واحد بيبقى عنده اتجاهه اللي ماشي فيه. صحيح. طب باعتبار بقى ان انت هتعملي مذكراتك وتاريخك على مستوى السينما ممتد، وعلى مستوى الدراما، وعلى المستوى الانساني في ثراء كبير جدا انساني بالنسبه لك، هل ممكن نبقى في مسلسل سيره ذاتيه لنبيلة عبيد، او فيلم سيره ذاتيه لنبيلة عبيد؟ لا انا ما بحق، يعني انا دايما من اللي شفته، انا الحاجات اللي شفتها اللي معموله، لا ما كنت سعيده بيها باللي اتعمل، لكن الا عبد الحليم حافظ بس عشان الشبه، كان الشبه كبير. لكن انا ما بحبش ان الشخصيه يعني عندي انا، لا ما بحبش يعني، بس حتى لو انت اشرفتي عليها مثلا، او قدمتي المرحله العمريه المتاخره منها مثلا، وممثلات لا هي لا لا قدمتها في لا الاخير، لا 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 شايفه ان لا هو يعني مسيرتك حقيقي تستحق ان هي تترجم في فيلم او مسلسل سيره ذاتيه؟ ما اعرفش يعني، طول ما انا موجودة لا مش حابة انها تتعمل، يعني ممكن بعد ما اروح ولا حاجة بعد الشر عليكي. يمكن هم حد يفكر، وده مش هقدر امسكهم. انا فسألت قلت يا ترى ممكن اقول ان ما تتعملش، وانا ببقى مصرة انها ما تتعملش، لكن ما اعرفش يعني ايه اللي ممكن كوصية يحصل يعني، بعد. تكتبي وصيتك يعني؟ بس ما اعرفش ده حي يعني، لازم اسأل في الحكاية دي اذا كان يعني، عشان انا اللي شفته ما يعني كان ما عجبكيش. لا ما عجبنيش. بس انت ناوية تكتبي وصية يعني، تقولي مثلا افلامي دي تروح هنا، فلوسي دي تروح هنا، يعني ناوية تكتبي وصية ليكي؟ أفلامي دي تروح هنا بمعنى إيه؟ ألو؟ الو يا أيوة؟ بلبوله، سامعك يا حبيبتي، اتفضلي. أفلامي تروح هنا بمعنى إيه؟ مش فاهمة يعني مثلا السؤال. افلامك اللي انت انتجتيها، او افلامك اللي انت شاركتي فيها، هل ممكن تكتبي وصيه بان هي تتعرض او ما تتعرضش، تتباع في لا الهوتيل او لا لا؟ ما دي بقت الموزعين اللي خدوها خلاص، بقت ملكهم. انا كنت فترة يمكن انتجت، لكن دي بقت ملكهم هم، خلاص هيتصرفوا فيها. لكن وصية اكيد انا هعمل وصية طبعا اكيد، ايه ابرز مش عمل على ليها الافلام، يعني؟ مش على الافلام، لا زي الناس اللي بتعمل الوصايا، لا يعني الوصية دي بعيدا انا عن الفلوس، يعني لو بتكتبي وصيتك كانسانيات او كاجتماعيات، توصي بايه؟ لا هوصي بحاجات طبعا لسه في دراسة فيها لغاية ما أتممها وتخلص إن شاء الله هقول لك عليها، يعني يعني مثلا هي محل الدراسة لسه. يعني انا عارف مثلا انت عندك دولاب كامل فيه كل الفساتين اللي انت اشتغلت بيها في السينما، كل الازياء اللي انت قدمتيها في السينما، هل ممكن يبقى من ضمن وصيتك ان تعمل متحف نبيلة عبيد؟ ممكن ممكن طبعا 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 وارد يعني وارد اكسسوارات نبيلة عليا. عبيد، احنا يعني في بدل رأس وفي فساتين مميزة جدا ظهرتي بيها. طبعا طبعا طبعا، لان دي لا حد قرر ولا حد هيعرف يعملها، صحيح. وخلاص واللي عملوها مش موجودين دلوقتي في الحياة، فدي لما تبقى معروضات كده طبعا طبعا طبعا. وكمان هتفاضل بيها في حد ذاته، ده شيء مهم جدا يعني، عدى عليها سنين ولسه محتفظة بيها ولا تزال برهنتها وحاجات جميلة. محتفظة بيها وجديدة زي ما هي، جديدة زي ما هي، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. إن شاء أنا الله. شاكر لك جدا النجمة نبيلة عبيد، كل سنة وأنت طيبة وبخير وبصحة وبسعادة يا رب، وعيد وإنت ميلادك كمان، الجاي نحتفل معاكي ونقول هوف براحتنا، ويكون الحلول أيوة مش جديدة. إن شاء الله السنة الجاية نطفيها كده، نوطي ونطفيها كده، ونعمل نختار مكان كبير ونختار ناس كتير إن شاء الله. والأصحاب وكل حاجة إن شاء الله. بس المرة دي هنعمل كده بالجورنال عليها هش حاجة كده. عادية كده زي الكفتة والكباب. أيوة، مرسي أوي أوي أوي، ربنا بشكرك يخليك جدا، مرسي نورتينا، والعمر ربنا كله ليك يخليك يا رب. مرسي ربنا يخليك الله مرسي يخليك، شكرا مرسي، كل جزيلا، سنة وأنتم طيبين جميعا وانت يا بألف رب. صحة أوكي وسلامة. شكرا حبيبي، العفو. مرسي، يا مع السلامة.